وله رغبة في تسوية وضعه التجنيدي وفقا للقانون. كويس. طيب سعاده سفير، لو انا بتكلم النهارده على حضرتك بتتكلم على الفلوس، الفلوس من الخارج يعني لازم تحول من بنك من خارج البلاد، لازم من حساب من بنك خارج جمهورية مصر العربية. ايوه كويس. يعني ما ينفعش التحويل من داخل جمهورية مصر العربية، يجب ان يكون من خارج جمهورية مصر العربية، وده مكتوب في المبادرة نفسها. طيب احنا هنا بنتكلم على الناس اللي موجودة بره، وبالتالي بنسهل على الجميع، وانه هذه المبادرة يعني وفقا للقانون، كل الاجراءات اللي فيها وفقا للقانون. طبعا وفقا للقانون. نعم. يعني وفقا للقانون اللي هو قانون 127 لسنه 80 الخاص بالتجنيد. ده وفقا للقانون. طيب عظيم. يبقى انا بتكلم على الفئات اللي وصل 19 سنه مع بدايه المبادره، هتكون اعتبارا من يوم 14/8 مش كده؟ بالظبط يا فندم. بدات تطبيقها. بالظبط الى سن 30 سنه. حتى سن 30 عاما. بالظبط. هل المبادره ممكن تشمل اي حد معاه سبب مؤقت لتاجيل التجنيد؟ طبعا طبعا. نعم. شوف بتشمل كل واحد ما عندوش موقف تجنيدي نهائي. يعني اذا عنده اعفاء مؤقت. اذا متخلف عن التجنيد. كل دول بتشملهم مبادره. يعني باختصار كل من هو لم يحصل على موقف تجنيدي نهائي تنطبق عليه هذه المبادرة. لو انا بتكلم حتى دراسة، بتكلم علاج وهو موجود بره تشمله. علاج، دراسة، نعم، إقامة، نعم، عمل، نعم، كل ده بتشمله. طيب ايه الشهادة اللي بياخدها؟ يعني بيحصل على شهادة وفق هذه المبادرة، ايه هي؟ عبارة عن ايه؟ بيحصل على شهادة بتسوية موقوف التجنيد. ايه الشهادة بتسوية موقوف التجنيدي؟ يعني تسوية موقفه التجنيدي بصفة نهائية. نعم. وإنه غير مطلوب للتجنيد، بمعنى إنه هو يسافر ويجي ويروح ويجي على راحته، خلاص غير مطلوب للتجنيد. الشهادة اللي ياخدها بتقول إنه ده موقفه النهائي وبالتالي غير مطلوب. هي تسوية موقفه التجنيدي بصفة نهائية. نعم. وإنه غير مطلوب للتجنيد. عظيم. احنا بنتكلم يعني حضرتك بتقول المبادرة دي بناء على استغاثات او طلبات جات للخارجية، جات لوزارة الدولة للهجرة، وبالتالي احنا بنعملها بناء على طلبات ولادنا يعني واهلنا الموجودين برا. هناك طلبات عديدة، وبكرة ان شاء الله في مؤتمر جمعيات المصريين في الخارج هينعقد هنا. وهتشوف ان كلهم بينادوا ب موضوع تسوية المواقف التجنيدية بالنسبة للشباب المصريين اللي عايشين في الخارج، لأن هم مش قادرين إن هم يتواصلوا مع الدولة الأم من خلال مجيئهم إليها. سعادة السفير، احنا النهارده بنتكلم تقريبا على أول مبادرة، وأعتقد ليها فترة محددة 30 يوم حضرتك، يعني من يوم 14 أغسطس حتى يوم 13 سبتمبر. سبتمبر.